جابت قافلة التعمير التي أطلقتها الوكالات الحضارية للناظور دريوش قرسيف ووجدة عدة جماعات تابعة لإقليم الناظور في مسعى لتقريب الخدمات من ساكنة العالم القروي. وتندرج القافلة في إطار تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد لتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة والنهوض بولوج منصف للمرافق العمومية خصوصا في الوسط القروي. هذه فرصة باش أن نشكروا الوزارة الوصية على رأسها سيدي الوزيرة اللي أعطت الفرصة لهذه القافلة أنها تجوب العالم القروي سواء على مستوى جهة الشرق أو مختلف جهات المملكة، لا سيما أن جهة الشرق تضم مجموعة من الأقاليم اللي جابتهم القافلة. وفي إقليم الناظور حطت القافلة المزودة بجميع الوسائل اللوجستيكية والبشرية لتقديم خدماتها في مجال التعمير والبناء، حطت الرحال في جماعات أفسو وولاد ستوت وحاسي بركان وبركانيين من أجل تحسيس الساكنة المحلية بالجهود المبذولة من قبل جميع المتدخلين في مجال التعمير قصد المساهمة في النهوض بالأوضاع المعيشية في الوسط القروي.